الدكتور مصطفى شرح الموضوع بتاع رأس الحكمة، لكن اسمحوا لي أن أنا أتكلم عليه برضو مرة تانية، وبس كمان من منظور تاني، لأن طبعاً دايماً رغم أنه بيبقى فيه إعلان واضح وإحنا بنبقى شفافين معاكم، بنبقى صادقين معاكم في طرح الموضوع من غير ما نخبي حاجة، ما يصحش. يعني إحنا ما يصحش أن إحنا نخدعكم أو نقول كلام مش دقيق أو كده يعني. فلا طبعاً الدكتور مصطفى اتكلم فيه على شكل الشراكة وشكل المشروع اللي إحنا بنتكلم فيه بمساحته، حتى بالإجراءات اللي هتتعمل خلال يعني الشهور والسنوات القليلة القادمة عشان المشروع ده يبقى أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط. ده كل ده كلام اتقال بشكل أو بآخر، لكن أنا بأكده يعني، والوقت هو إن شاء الله اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يساعدنا إن إحنا وأشقائنا في الإمارات يعني يبقى فعلاً يقدروا يحققوا المدينة العالمية ديت، اللي هي بمعنى مش على قد إن إحنا بنتكلم في شهرين ثلاثة أربعة حتى في الشتاء ولا الصيف، لا إحنا بنتكلم على حاجة فيها حياة مستمرة على مدار السنة بالكامل بأنشطة كتير قوي قوي هتبقى يمكن بعضها يمكن يكون موجود لأول مرة في مصر. لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار هو إن البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس إن إحنا نقول إيه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده أنا بدأت بالكلام عشان تبقى الأمور واضحة. يعني الأرقام اللي إحنا أعلنت دي فعلا بالفعل وصلت إمبارح، والنهاردة دخلت جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعة فيه زيه. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم أوجه الشكر لأشقائنا في الإمارات وعلى رأسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده. أنا عايز أقول لكم مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده، أنا بتكلم بجد يعني. وده شكل من أشكال يعني المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة. أنا بقول الكلام ده للمصريين كلها عشان الدنيا كلها بتقف جنب بعضها، وإحنا أشقائنا يعني أشقائنا في الخليج دايماً جنب مننا يعني. لكن أنا بسجل هنا موقف خاص بالإمارات في الموضوع ده، لأن كان الظرف الاقتصادي بقاله 4 سنين صعب في مصر، بقاله 4 سنين صعب في مصر، سنتين أزمة كورونا. وطبعاً لما بنيجي نقول الكلام دوت يمكن يكون مش وقته يعني إن احنا نقوله في الاحتفال الجميل ده، لكن بس أنا حبيت أنوه عنه. لا طبعاً كل إجراء، كل مشكلة، كل أزمة بتمر في أي حتة بيبقى لها تأثير علينا، وإحنا طبعاً يعني ظروفنا مش يعني ظروفنا برضو مش صعبة يعني، عايزين نعمل حاجات كتير وظروفنا مش سيئة. فالمهم فجت كورونا عادت سنتين، ثم بعد كده ابتدينا نقول يعني إن شاء الله خلاص الأزمة دي هتعدي ونكمل. جت أزمة الأزمة الروسية، وبعدين واحنا في الأزمة الروسية جت طبعا الأزمة الكبيرة اللي احنا عايشينها دلوقتي واللي نتمنى ان هي تنتهي في أسرع وقت. وهنا برضو لازم أقول لكم ان انا حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في القطاع غزة. وده كلام بس هي الفكرة كلها إن في أوقات الصراع بيبقى فيه كلام كتير، في بعضه صادق وبعضه مش حقيقي، لكن إحنا من أول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على إن المنفذ بتاع رفح يبقى فرصة، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم. لكن المواضيع مش سهلة زي ما إحنا متصورين، وإن يعتقد البعض إن إحنا ممكن نقول كلام، وأنا قلت الكلمة دي قبل كده، نقول كلام
ونكون احنا بنعمل حاجه تانية. لا لا، احنا مش، انا قلت لكم مره قبل كده، احنا ناس بفضل الله سبحانه وتعالى شرفاء وامناء ومخلصين في وقت ما فيش فيه كتير كده. يعني لا نكذب ولا 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 نتآمر ولا لا 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 لا، هنروح من ربنا فين؟